بعد يوم شاق ومتعب وفي محاولة للاسترخاء أو الهروب من الأفكار التي تسيطر علينا، قد يختار البعض منا الاستماع للموسيقى لتصفية ذهنه وتحسين مزاجه. علمياً تنجح الموسيقى بتحقيق ذلك، حيث يمكنها تعزيز مزاجنا وتحسين حالتنا الصحية وفق دراسات صادرة عن جامعة هارفارد. ولكن هل يمكن لذات الموسيقى أن تساهم في إتلاف أدمغتنا وتعكير مزاجنا أو أن تتسبب لنا بالإدمان؟ هذه كلها تحذيرات مما يمكن أن تفعله. نغمات صوتية ثنائية التردد يطلق عليها اسم المخدرات الرقمية، وهي نغمات تنتج عندما نستمع لصوتين بترددين مختلفين، كل منهما موجه لأذن بشكل منفصل ولكن في الوقت ذاته. موقع ساينس أليرت طرح مثالاً تقريبياً لتوضيح الفكرة، فإذا سمعت نغمة ترددها 440 هيرتز بالأذن اليسرى ونغمة أخرى ترددها 444 هيرتز بالأذن اليمنى، فإنك ستتلقى توليفة صوتية معدلة مع نغمة مسموعة بتردد 4 هيرتز، وسيتفاعل معها جهازك العصبي بطريقة مميزة. يفترض أن هذه النغمة تؤثر في الموجات الدماغية وتحدث تغييرات فيها وتثير الإدراك والوظائف العقلية، ولهذا يتطلع بعض الخبراء لاستخدام هذه النغمات في تخفيف الألم وتحسين المزاج، في حين يحذر آخرون من مخاطر الإدمان عليها باعتبارها تحاكي تأثير الأدوية المنشطة والمخدرات في بعض الحالات، وهو ما دفع مختلف الدول والجهات الرسمية لحظر تداولها وإرسالها بين الأفراد.